مايو وسيجارة وأشياء أخرى. هكذا تحولت من عرفة من طفلة بريئة إلى أنثى مثيرة. نجحت الفنانة المصرية الشابة منى عرفة في تحقيق جماهيرية كبيرة وهي في عمر الطفولة بعد ظهورها في مجموعة كبيرة من الأعمال مع كبار النجوم. وجهها البريء وموهبتها الكبيرة منحها قبولا كبيرا لدى الجماهير وحرصا من المنتجين على تواجدها، لكن كل هذا تغير مع بداية دخولها في عمر الشباب. أثارت منى عرفة حالة من الجدل وتعرضت لكثير من الانتقادات بسبب سلوكياتها في فترة الشباب وظهورها بشكل اعتبره الكثيرون غير لائق. من أبرز المواقف التي عرضتها للانتقادات ظهورها مرتدية المايو البيكيني ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، كما ظهرت في صورة وهي تمسك بسيجارة في تناقض واضح مع الصورة التي رسمت في مخيلة الجمهور عنها. وخلال السنوات الماضية لحقت منى عرفة انتقادات واسعة حول ملابسها ومكياجها في صور نشرتها مما يظهرها بسن أكبر. بعد هذا الهجوم نفت منى قيامها بنشر هذه الصور من أجل العودة للأضواء أو للفت الأنظار، وأكدت أن الصور تمت سرقتها من على هاتفها المحمول وأنها فوجئت بانتشارها، مؤكدة أنها لم تنشر الصور وتفاجأت بظهورها على الإنترنت. كانت منى عرفة قد ظهرت في السينما والدراما المصرية وهي طفلة لم يتخطى عمرها 6 سنوات من خلال دور سعاد حسني في مرحلة الطفولة بمسلسل السندريلا. شاركت بعدها في فيلم مطب صناعي ثم مسلسل راجل وست ستات وأفلام الحب كده وحلم العمر وآخر كلام والبير رومانسي.